اما عن الميدل سيريبرال ارتري اللي هو كان الاكبر من التو تيرمينال برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، فبدايته كانت في مكان نهايه الانترنال كاروتيد ارتري، فين؟ في الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين. فين على وجه التحديد؟ هيبتدي هذا الارتري below the anterior perforated substance اللي كانت موجودة على الاوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس على جانبي الانتربيدانكيولار فوسا. تمام، هذا الارتري عاوز يروح هنا لمين؟ لللاترال سيرفيس، ده المين ارتيريال سبلاي اوف ذا لاترال سيرفيس، وهو بدايته زي الانتيريور سيربرال كان على الانفيريور سيرفيس، اذا لابد انه يلاقي له ممر يعبر منه، لابد انه يلاقي له فتحه يمشي فيها. الانتيريور سيربرال كان وجد الميديا لونجيتودينال فيشر، الفتحه اللي دخل منها على الميديال سيرفيس. هنا مين الفتحه؟ مين الممر اللي هيوصل الميدل سيربرال اللي ابتدى الكورس بتاعه عند الانفيريور سيرفيس من عند الاوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس؟ ازاي هيصل هنا؟ هيصل هنا عن طريق اللاترال سالكس. اللاترال سالكس ابتدى المشوار بتاعه بستيم، الستيم ده كان موجود عند الانفيريور سيرفيس، فهيدخل للستيم اوف ذا لاترال سالكس وهيمشي معاه عابرا من الانفيريور سيرفيس الى اللاترال سيرفيس، ويفضل ماشي على مين؟ ماشي بداخل اللاترال سالكس، واللاترال سالكس ده كان بداخله الانسولا مدفونه، فهيمر على الانسولا وينتهي فين؟ ينتهي بنهايه اللاترال سالكس. طيب البرانشز اللي خارجه منه، هذا الارتري عملناه منقط علشان نلفت الانظار الى انه مدفون جوه اللاترال سالكس ماشي رانينج اباف ذا انسولا. هذا الارتري كان اداني ايضا ثلاث مجموعات من الارتريز، ارتريز تغذي السيريبرال كورتكس اوف ذا سوبيرو لاترال سيرفيس، فهيسموها ايه؟ هيسموها الكورتيكال برانشز. هتغذي مين من السيريبرال كورتكس؟ السيريبرال كورتكس اوف ذا سوبيرو لاترال سيرفيس. بس لازم اقف هنا وافتكر حاجه، كان الجزء ده من فوق الابر 1 انش اوف ذا سوبيرو لاترال سيرفيس من الفرونتال بول لحد البرايتو اوكسيبتال سالكس. مش عايزين ننسى ان هذا الجزء كان بيتغذى بمين؟ بالكورتيكال برانشز اوف ذا انتيريور سيريبرال. فنجد ان الكورتيكال برانشز اوف ذا ميدل سيريبرال هتغذي كل السوبيرو لاترال سيرفيس ما عدا مين؟ ما عدا الاريا اللي سبلايد بالانتيريور سيريبرال اللي شرحتها من شويه، وما عدا الاريا اللي سبلايد بمين؟ بالبوستيريور سيريبرال اللي هي كلوز تو ذا اوكسيبتال بول. ادي كان مين؟ ادي الكورتيكال برانشز اوف ذا سوبيرو لاترال سيرفيس. مفيش كورتيكال برانشز تانية؟ ايوه، كان في من عند الاوربيتال سيرفيس او الاوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس. لا لازم اقف هنا وافتكر حاجه قبل ما حد يضحك عليا، الاوربيتال بارت انا خدت من شويه الميديال هاف بتاعه كان بيغذيه الكورتيكال برانشز اوف ذا انتيريور سيريبرال، يتفضل اللاترال هاف. يبقى اللاترال هاف هي اللي فري، فهيغذي اللاترال هاف اوف ذا اوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس. كويس، هيغذي مين كمان؟ هيغذي التمبورال بول والانسولا اللي هي السيريبرال كورتكس بتاعه السوبيرو لاترال سيرفيس اللي مدفونه في قلب اللاترال سالكس. ادي كانت الكورتيكال برانشز. طيب سنترال برانشز اللي بالداخل اللي هتغذي الهوايه مطر بملحقاتها، ما الهوايه مطر دي فيها ايه؟ فيها تراكتس وفيها بيزل جانجليا وفيها ممرات للتراكتس. فكان بيزل جانجليا موجوده الكوربس استريتم اللي هو الهيد اوف كوديت واللينتيفورم نيوكلاس، وكان في مين كمان؟ كان في عندي هوايه مطر، هوايه مطر هناك اسمها انترنال كبسول اللي كان لها انتيرور ليمب وبوستيرور ليمب، كان هيغذي خلف الانتيرور ليمب ومقدمه البوستيرور ليمب، يقول لك يغذي يعني عكس خلف خلاف الانتيرور ليمب والبوستيرور ليمب، يغذي خلف الانتيرور وامام البوستيرور، يبقى البوستيرور هاف of the anterior limb of internal capsule زائد الانتيريور هاف of the posterior limb of internal capsule، الجزء اللي في النص كمان اللي اسمه الجينيو
of the internal capsule. دي كانت السنترال برانشز اللي كان بيرسلها مين؟ الميدل سيريبرال ارتري. يبقى بيغذي السبيرو لاترال سيرفيس كله بالفرنتال بالبرايتال بالتمبرال ما عدا كان جزء بس الابر انج ده، وما كانش بيغذي الاوكسيبتال سيربال كورتكس اوف ذا اوكسيبتال لوب. تعالوا نشوف بقى يعني منظر تاني للميدل سيريبرال ارتري. ادي الميدل سيريبرال ارتري اهو كان طالع من هنا عند الستيب اوف ذا لاترال سالكس، وهو ماشي في طريقه للسبيرو لاترال سيرفيس كان هيغذي مين؟ لاترال هاف اوف ذا اوربيتال بارت. ده الاوربيتال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس، ده كل الانفيريور سيرفيس، ده الاوربيتال بارت هيغذي اللاترال هاف اوف ذا اوربيتال بارت. اما الميديال هاف كان محجوز، كان محجوز لمين؟ كان محجوز ل الكورتيكال برانشز اوف ذا انتيريور سيريبرال. طيب هو موجود هنا الارتري على الانسولا، ده الكورونال سيكشن الشهير بتاعنا اللي في الليفل اوف ذا انتيريور هورن اوف ذا لاترال فينتريكل، واللي كان ظهر لي فيه مين؟ ادي الانتيريور هورن اوف لاترال فينتريكل، قدام منه الكورباس كالوزم، ورا منه السلمس، ورا منها الكورباس كالوزم. والانتيريور هور كان لاترال له الهيد اوف كوديت، وكان لاترال للهيد اوف كوديت اللينتي فورم نيوكليوس اللي كانت متحوطه بالانترنال كبسول، ومن بره الاكسترنال كبسول اللي هيفصلها عن الانسولا الكولوسترم. طيب هنا الارتري بتاعنا اللي اسمه الميدل سيريبرال ارتري هيغذي برانش تدخل في العمق. البرانشز اللي اداها اللي شرحتها من شويه كانت بتغذي السيريبرال كورتكس دي من هنا في المكان ده كده، هنا وهنا. طب اما البرانشز اللي بتدخل في قلب العمق اللي بيسموها السنترال برانشز، هذه السنترال برانشز كانت بتغذي الاجزاء الاتيه، بتغذي مين؟ الكورباس استرياتم. يعني ايه؟ يعني اللينتي فورم نيوكليوس والهيد اوف كوديت نيوكليوس، كما انها بتغذي الانترنال كبسول. بس مين من الانترنال كبسول؟ الجزء اللي في النص الانترنال كبسول اللي هو البوستيريور هاف اوف ذا انتيريور لمب والانتيريور هاف اوف ذا بوستيريور لمب والجينيو اللي ايه؟ اللي ان بتوين. خطوره هذا الارتري ايه؟ الارتري ده بيغذي المين بارت اوف ذا موتور اريا والسنسوري اريا والاوديتوري اريا والسبيتش اريا والانترنال كبسول. ربي يعافينا ويسترها معانا ومع كل مسلم يا رب. هذا الشريان لما بينضر في هذه المنطقه بالذات بيصيب كل هذه الفيتال ارياز، الموتور اريا والسنسوري اريا والاوديتوري اريا والسبيتش اريا. عشان كده هنجد مرضى الشلل النصفي اللي بيتعرضوا للفاسكولار اكسيدنت نتيجه ان واحد من برانشز هذا الارتري بيحصل لها دامج، تجد انه بالاضافه الى الشلل تلاقيه ما بيعرفش يتكلم ولا بيقدر يسمع، الاحساس عنده مفتقد نتيجه هذه الارياز اللي بتتغذى بهذا الشريان بتتاثر بالفاسكولار اكسيدنتس اللي هي كثيره ما تصيبه. تبقى لنا الارتري الثالث اللي هو البوستيريور سيريبرال ارتري اللي هو كان الارتري اللي كان طالع من تو تيرمينال من كاتيرمينال برانش من البازيلر ارتري اللي كان واخد الكورس بتاعه عند الابر سيرفيس اوف ذا اي اوف ذا بونز. هذا الارتري ماشي باكوردز اراوند ذا سيريبرال بيدانكل لحد ما يصل الى ايه؟ الى باراليل لمين؟ للسوبيريور. يعني هو ماشي موازي زي ما احنا قلنا للسوبيريور سيربيلر ارتري في الرسمه الاولانيه، ماشي باراليل للسوبيريور سيربيلر ارتري لحد ما يصل الى النقطه اللي رايح لها. مين النقطه اللي رايح لها؟ اللي هي بلو ذا سبلينيوم اوف كورباس كالوزم. هناك هيصل الى البري كالكارين سالكس، هيتفرع لفرعين اتنين، فرع يمشي مع البارايتو اوكسيبتال والفرع الاخر يمشي مع البوست كالكارين سالكس. طيب البرانشز اللي خارجه منه واضح كده انها انه رايح يغذي مين؟ يغذي الاريا اللي ريليتد للاوكسيبتال لوب، هيغذي منطقه الكيونيوس زي ما احنا شايفين، وهيغذي من جوه جزء من الانفيريور والميديال سيرفيس اللي هو السلوبنج بارت ده اللي هو يعني ايه ريليتد للكورس بتاع الارتري. فنجد التيرمينال برانشز بتاعته، ادي الارتري بتاعنا اهو، هيدي كورتيكال برانشز هتغذي معظم التنتوريال بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس اللي بيسموه التنتوريال سيرفيس من خلف التمبرال بول واحنا راجعين كده لحد مستوى الاوكسيبتال بول، كما انه بيغذي
جزء من السريبرال كورتكس على اللاترال سيرفيس هي الانفيرو لاترال، اللي ريليتد للانفيرو لاترال ايه؟ الانفيرو لاترال بوردر. اما الديب برانشز، البرانشز اللي داخله للسنتر اوف ذا سريبرال هيمسفير للهوايه مطر، هيغذي الهوايه مطر بملحقاتها اللي في هذه المنطقه، وكانت الهوايه مطر اللي فيها وكانت هذه الاريا اللي موجوده في قلب الهوايه مطر هي منطقه، يعني امبيدد في قلب الهوايه مطر هي منطقه الداين سيفلون. فهيغذي السنتر برانشز، هتطلع ارتس تغذي الهايبوثالاموس والثالاموس واجزاء من الميد برين. اهميه هذا الارتري ان ده الارتيريال سبلاي للفيجوال اريا والاريا اوف اسميل، منطقه الشم والايه والابصار بتتغذى بهذا. وده ايه رسم دياجرام للديستريبيوشن بتاع هذا، مين هذا؟ البوستيريور سيريبرال ارتري.